سيدات والسادة أسرتكم صباحا، يسرني افتتاح الجلسة الثانية من هذه الندوة المباركة. وموضوع هذه الجلسة طبيعة ميراث سوريا وقربيته للإصلاح والتنمية. قبل أن نبدأ وقبل أن أعرف بالباحثين الكرام وحظنا كبير في هذه الجلسة أن المشاركين الذين سيبحثون في هذا الموضوع هم مفكرون وباحثون اجتماعيون وناشطون سياسيين معروف. قبل ذلك أود أن نطرح بعض الأسئلة التي قد تساعد على تقطير موضوعات هذه الجلسة وصيغة النقاش الذي سيأتي. عندما رفعت الشعوب العربية شعار إسقاط النظام، فماذا كان المقصود وما هو المقصود اليوم بالنظام؟ لا شك أن شعوبنا وكذلك استخداماتنا لمصطلح النظام لا يعني النظام بمعنى الرجيم، أي النظام الجمهوري أو النظام الملكي، بل ما تقصده الجماهير على مستوى المعايشة وما يقصده الباحثون على مستوى المصطلح هو نظام علاقات سلطة. انبنى هذا النظام من عناصر وأجزاء متداخلة ومتكاملة في إطار بنية عاشت واستمرت بفضل التداخل والتكامل الوظيفي لعناصر هذه البنية وأجزائها، بحيث أضحى لهذه البنية أو البنية ما يمكن أن نسميه سيستم اشتغال، نظام منظومة اشتغال. ولعل هدف هذه الجلسة التي تضم مفكرين وباحثين اجتماعيين تفكيك هذه البنية والوقوف عند طريقة اشتغال كل عنصر من عناصر هذه البنية، كيف يؤدي كل عنصر دوره في تأمين استمرارية هذا النظام وهذا النسق من العلاقات علاقات السلطة، وكيف حصل أن تغيرا ما أو تحولا جرى في أحد هذه العناصر أدى إلى اهتزاز هذه البنية، أو إلى ما يمكن أن نقول اهتزاز بنيوي في النظام، أي إلى تغيير ممكن محتمل بل حتمي كما يرى البعض. أين السؤال الأساسي الكبير؟ أين بدأ التغيير في عناصر بنية النظام؟ واحد، في ركائزه الاقتصادية الاجتماعية، أي في سياسات التنموية المشوهة والمنقوصة. اثنين، في تفاقم حجم السيطرة الأمنية الفاقدة لقاعدتها الشرعية. ثلاثة، في عجز الحزب الذي تناطى لنفسه ولنفسه مهمة القيادة، عجز الحزب عن تأمين الغطاء الأيديولوجي لخطاب ادعاء الشرعية، ومن أوجه هذا الخطاب خطاب الممانعة والمقاومة والتحرير ناهيك عن الوحدة الاشتراكية. أربعة، هل حصل التغيير أيضا في انكشاف ما سمي عقائدية الجيش السوري وتحوله إلى أداة أمنية داخلية للنظام؟ خمسة، هل حصل التغيير أيضا في أحد عناصر هذه البنية في تفاقم حالة الانفصال بين أهل الدولة من جهة، مستحيلا تعبير الخلدون بمفضل من الطبقة الحاكمة، أهل الدولة من جهة، والذي هو أكثر تعبيرا في رأيي عن مقتضى الحال من تعبير الطبقة الحاكمة كما هو بالمقابل أهل الثورة وأهل المجتمع، أي بين أهل الدولة تناقض بين أهل الدولة وبين المجتمع الأهلي السوري المتسم موضوعيا بالتحكم الديني والمذهبي
تحت خامسة، أين يكمن عنصر في ظل هذا التعدد؟ أين يكمن عنصر الطائفية في بنية هذا النظام؟ أين كمن دور الطائفية سابقا؟ وأين يظهر اليوم في سياق الانتفاضة والثورة؟ لا شك أن النظام السوري ليس نظاما طائفيا مؤسسيا كالنظام اللبناني مثلا، لكن أيضا ليس هو بالنظام العلماني. فهل يمكن أن نتحدث عن ورقة احتياط طائفية كاملة في بنية النظام يمكن أن تظهر وتلعب؟ هذا إن لم يكن قد ظهرت فعلا ويجب اللعب بها الآن. وأخيرا، ما الموقف من إعلانات الإصلاح الصادرة عن النظام؟ وفي حال الرفض أو عدم جديتها كما نسمع دائما من المعارضة، ما الذي وما هي مقومات ومطالب مشروع الثورة؟ وفيما الشعار القائم غائب بلا حد ما وهو شعار إسقاط النظام؟ تلك هي أسئلة لعلها تؤطر مداخلات الباحثين الكرام والنقاش الذي يجري. أبدأ وفقا للورقة الموجودة أمامي، أبدأ بالأستاذ الدكتور محمد الطيب تيزيني. والدكتور محمد الطيب تيزيني غني عن التعريف، لكن من قبيل التذكير أشير إلى أنه مفكر وأكاديمي عربي والسوري، حاصل على شهادة دكتوراه أولى في الفلسفة، له العديد من المؤلفات في الفكر والفلسفة العربية والتراث أضحت هذه المؤلفات مراجع ومصادر، ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، ساهم في تأسيس أو مؤسس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عام 2004 وأطلق عليها اسم سواسي. ليتفضل الدكتور طيب تيزيني في تقديم مداخلتك التي أرجو أن لا تتجاوز 15 دقيقة. شكرا جزيلا. سأقدم مداخلة أحاول أن أكون مثقفا حول إشكالية السياسة في النظام القائم في سوريا. ولعلي إذ أقول النظام القائم في سوريا أعني أيضا ما يماثله أو يشابهه أو يقترب منه من النظم القائمة في العالم العربي. ربما كانت الفكرة الأساسية للانطلاق هنا ماثلة فيما تحقق على صعيد الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. فالشرط الأول الذي كان مطروحا من أجل الدخول في عملية التوحيد بين القطرين آنذاك، هذا الشرط كان هو وحده الماثل لصيغة إبعاد المجتمع السياسي الأحزاب السياسية والحراك السياسي. وكان هذا الشرط عبد الناصر كما مشى معه في هذا السياق مجموعة من العسكريين والمدنيين السوريين. سنلاحظ أن ما أقصي قبل إنجاز الوحدة كان عليه أن يدافع عن الوحدة وأن يبقيها قادرة على النمو. ما سحب في البدء كان هو الذي أنهى الوحدة بين سوريا ومصر. ولم تطل المسألة حين تمت عملية الاستفراد بالسلطة مقدمة للاستفراد بمجموعة من الحقول الأخرى التي ستكون في مقدمتها ثلاثة: الاستفراد بالثروة وبالإعلام وبالمرجعية. ما انتهت الوحدة حتى نشأت حالة جديدة لعلها جديدة في العالم العربي كله في حينه. كان الأمر يتجه نحو حصر المجتمع في مرجعية واحدة كما أراد، وكان هذا مما أنجزه حزب البعث
حين قام بانقلابه عام 1963. العملية استمرت، ولما كان المنطلق الاستفراد لأربعة حقول أتيت عليها، فإن المجتمع أخذ خط الضمور والإضمار، بدأ يضمر شيئا فشيئا إلى أن أصبح كل شيء في شيء. وهذا ما نعيشه بدءا من السبعينيات من القرن المنصرم، حينما ألح على الدستور الذي أتى به حزب البعث العربي الاشتراكي، حينما ألح على أن مرجعية المجتمع تعود إلى حزب البعث الذي هو وحده يقود الدولة والمجتمع. وثمة ملاحظة ذات أهمية قصوى تتمثل في اكتشاف النفط السياسي مع بداية السبعينيات. النفط السياسي الذي تم على أيدي أولئك الذين صدعوا مشروع النهضة العربية قبل عقود، أعني الظاهرة الاستعمارية ثم الإمبريالية. هذا الذي حدث أنتج حالة جديدة سوسيو ثقافية واقتصادية طفح المجتمع العربي عبره بالمال، المال النفطي الذي راح يوظف باتجاه مجتمع استهلاكي يطرد كل احتمالات الإنتاج الممكن ليحل محل ذلك حالة تقوم على الاستهلاك وإعادة بناء الاستهلاك. وحتى عقد بعد ذلك نلاحظ أن العملية اتسعت في تكثيفها لتلك المرجعيات الأربعة: السلطة والثروة والإعلام والمرجعية الاجتماعية، بحيث نجد إن ما قام به الراحل حافظ الأسد أتى وأكمل هذه العملية حين أنتج شعار أطلق عليه شعار قائد المسيرة. فتمت الدائرة، أغلقت الدائرة بهذه العملية، ولم يعد هناك احتمال لنشوء شيء أو آخر خارج هذه الدائرة. من ذلك أن المجتمع السوري بدأ يصفي حساباته التاريخية مع مجموعة من المرجعيات، أهمها الأحزاب، وثانيا الجيش الوطني، وكان ذلك في مقدمة الأشياء. الجيش الوطني أعيد بناؤه وفق مقولة قائد المسيرة والمجتمع الذي يحكم من طرف واحد، هذا الجيش أعيد بناؤه بحيث إنه أضحى كما سمي في إحدى الدراسات الفرنسية الجيش غير العسكري في العهد السادس. خيرة الضباط والكوادر أعيد بناؤها بحيث إنها إما رحلت إلى مدراء في الاقتصاد الاستهلاكي الجديد أو كان لها مصير آخر. ومن ثم سنجد أن هناك حالة جديدة تتمثل في بروز ظاهرة الأمن شيئا فشيئا، بحيث أنها تصل إلى الإطاحة بكل ما عداها